فتعودنا وزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق. اتفضل يا كريم. بجد تحية ليك من جديد كابتن هيثم السعيد ايضا، وكل التحيه كمان لكابتننا الكبار كابتن طه رجب وكابتن سلعاوي. اكيد فوز مهم جدا الحقيقه النهارده لفريق النادي الاهلي. كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن احمد، طبعا في البدايه مبروك النهارده الفوز. مباراه الكاس كان ليها مردود كبير جدا، مدى التركيز مستمرين فيه، الجديه موجوده، الاصرار موجود، لان احنا عندنا بطوله مهمه جدا زي البطولات اللي فاتت. الجيم شايفه ازاي؟ تحضير المباراه ازاي؟ وحطينا في الاجواء كابتن احمد. مرحب بيك طبعا يا كيمو الاول، كابتن هيثم وكابتن سلعاوي كابتن طاهر رجب. طبعا احنا كل ماتش ليه اهميه. خلاص احنا من بدايه من دور الثمانيه في كاس مصر، مرورا بكل المباريات اللي جايه وصولا لفاينل الدوري ان شاء الله باذن الله، كل ماتش اكنه ماتش كاس. النهارده اتكلمنا مع الفرقه من امبارح واحنا بنستعد للماتش، والنهارده ان مصر تمين فرقه مجتهده فازت علينا قبل كده في ملعبنا في مباراه. فرقه محترمه، جهاز فني محترم، لازم نلعب بالليفل اللي هو بتاعنا. ما ينفعش انت حتى لو الجيم الفرقه اللي قصادك مش في مستواها، انت ما ينفعش تنزل معاها لنفس المستوى، لازم تلعب بالمستوى بتاعك. وان احنا لازم بعد البطولات دايما، في طبعا جمله بتتقال ان الكيرف بينزل بعد ما الفرقه بتاخد بطوله، فطبعا ان الناس كلها مستنيه تشوفكم النهارده انتوا فرقتكم، ان الفرقه يعني الدنيا هتبقى، الناس هتبقى مريحه، الناس هتحس ان في كسل، مفيش الكلام ده. لازم كل مباراه نتعب فيها ونجتهد فيها، لان بنلاعب فرق محترمه كلها، فرق زي ما سمعنا النتائج، جزيره وسبورتنج ماتش ماشي بونت بونت، اتصالات متقدم على الزمالك 20 بونت، الاتحاد وسموحه الساعه 8:30 هتلاقيه ماتش قوي. انت عارف الدوري بتاعنا دايما متقلب النتائج، ممكن تلاقي الفرق اللي كسبت النهارده الماتش الجاي خسرانه، فكل ماتش ليه اهميته وكل ماتش ليه تركيزه، وهنركز وهنلعب بمنتهى القوه لغايه اخر ماتش في الدوري ان شاء الله. يمكن المردود الكبير جدا واللي احنا بناكد عليه كابتن احمد في كل مره، وهو مجلس اداره النادي الاهلي وتحديدا كمان الكابتن محمود الخطيب، مردود المباركه والاستمرار على المستوى الاداء ده بيتطلب منكم مجهود كبير جدا. المردود ده بيوصل للعيبه ازاي واللعيبه بتستقبله ازاي كابتن؟ والله يعني مع احترامي لمجلس الاداره، انت عارف الضغوط او المردود بتاع الجمهور بيبقى اقوى كمان من مجلس الاداره. يعني انت عارف ان في مسؤوليه عليك ان انت بتلعب في النادي الاهلي او انت بتشتغل في النادي الاهلي كمدربين دكاتره اداريين، ان الناس مستنيه انت كسبت النهارده، طب انت بكره هتعمل ايه؟ انت بعده هتعمل ايه؟ مش مفيش يعني مفيش شبع زي ما بيقولوا كده من بطوله. يعني الحمد لله اشتركنا في 4 بطولات فزنا بيهم السنه دي، وده انجاز في تاريخ النادي. الناس اكن ال4 بطولات دول ما حصلوش وعايزين البطوله الخامسه ان شاء الله، وده اللي احنا بنحاول نموت نفسنا عشان نقدر نحققه لهم. طبعا مجلس الاداره نفس الكلام زي ما بيقول حضرتك، ان هو الدعم وموفر للفرقه كل حاجه، ده برضو بيخليك ان انت عايز الناس اللي مدعماك ودايما في ظهرك وبتديك المتطلبات اللي انت عايزها، ان انت محتاج ان انت تبين لهم ان انت قد الثقه دي، وان انت لازم تشرف جمهور النادي الاهلي وادارته واعضاء النادي وكل الناس اللي محبه للنادي. فما اظنش ان في حاجه يعني تخلي اللعيب يفكر في غير ان هو يسعد الناس. حبيبي ربنا يخليك كريم. كل الشكر والتقدير للكابتن احمد الجرحي طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. بالتاكيد فوز مهم جدا زي ما بنأكد يا كابتن هيثم، منتظرين ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا كل 48 ساعه يكون في مباراه البيست اوف 5، محتاج تركيز كبير ومجهود اكبر من كل لاعبي النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله منتظرين القادم يكون افضل كمان لابطال كاس مصر، منتظرين ان شاء الله ان احنا نقول ابطال دوري السوبر ان شاء الله باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي. لكن في هذه اللحظات عوده من جديد والكابتن هيثم السعيد.